التدابير المتخذه بخصوص يعني اننا نسدوا الحمامات 3 أيام في السيمانه، انا كنظن ان السياسه المائيه المتبعه في المغرب هي اللي خصها مراجعه، لان هناك كان خص يكونوا تدابير قبليه لتفادي هذه الوضعيه اللي حنا فيها حاليا. من بين التدابير اللي كان خصها تكون هي بعد الابتعاد عن كل المزروعات اللي كتستهلك كميات كبيره الماء، وحنا كنلاحظوا ان المناطق اللي كان فيها حاليا تعاني من الجفاف مثلا زاكوره كان كيتزرع فيها الدلاح، والدلاح راه كيطلب كميه الماء كبيره. بالنسبه للمساله ديال هذا القرار ديال اللي يكون خاص بالحمامات 2 مرات في الاسبوع، فهو في النظر ديالي كيبان لي 3 مرات في الاسبوع عفوا، فهو كيبان لي قرار في صالح العام نظرا لهذه الازمه اللي كتمر منها المملكه ديال الجفاف. دونك حنا الحمد لله خصنا نكونوا قد المسؤوليه ديالنا باش يكون ما ندخلوش في هذه الحيتيات ديال الجفاف. دونك انا كرأي شخصي كيبان لي قرار يعني في المحل ديالو وفي صالح العام. بالنسبه لندره المياه هي ظاهرة مناخية كيعرفها المغرب دابا، زعما بالنسبة لحسن التبديل حسن التسيير ديال الماء راه ضروري في هذا الوقت هذا. جعلنا من كل ماء كل شيء حي، خاصنا نحافظوا عليه، وأي قرار خدته الحكومة راه من بعد الدراسة ما يكون مفيد، وخاصنا نساهموا أجمعين، وخاصو يتعمم على مصالح أخرى. وتنظن انه قرار صائب. بالنسبه لنا على الماء، الماء ضروري للحياه، الاقتصاد ديال نقتصده، ان المواطن كيقتصد كيما يمشي الحمام كيبقى يضيع الماء وكيضيع بزاف الماء، والشتاء ربي تشوف الشتاء ما كاينش امطار نقصت بزاف، وكنطلب الله يرحمنا. وحنا المواطن خصو يحس بهذا الازمه هذه ديال المياه. كذلك لافوكا اللي ولينا كنشوفوا ان الدنيا كلها يعني كاع الاراضي اللي ولات مخصصه كثيره ولات هي الغرب الفرشه المائيه مشات فيه بسبب هذه التدابير هذه وهذه المزروعات اللي مسموح بها انها تزرع في بلادنا. انا بالنسبه لي هذه التدابير اللي اتخذت كانت تكون بين اليات، ولكن السياسه في عمقها المائيه كان خصها تدابير قبليه قبل ما نوصلوا لما وصلنا ليه دابا، تراجعات كبيره لا من حيث السدود ولا من حيث الوصول للفرشه المائيه، لان كاين مناطق كنوصلوا ليها على 200 متر والناس كيحفروا، وهذا الشيء باين وواضح للعيان. قرار هو غادي يعطي واحد النتيجه مزيان، لانه ماشي غير الحمام، اي حاجه اللي فيها التبذير ديال الماء خصي يتاخذ فيه واحد القرار، اللي هو لانه حنا كنعيشوا دابا واحد الفتره اللي صعيبه بزاف بالنسبه للندره ديال المياه. كما الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت حتى على حسن عدم التبذير ديال الماء، واخا تكون على نهر، وان كنت على نهر في حالات ديال الوضوء مثلا. تنظن غادي يضروا خصوصا لا مول الحمام، لا حتى الحمام كاين فيه مصاريف، كاين الحطاب، كاين الضو، كاين وكاين العمال ربما اللي تيخدموا في الحمام ما عندهمش يعني شي اوراق ثبوتيه ديال الخلاص وكذا، يعني تيسترسخوا الله من تما. خاصين ينتبهوا لهذه المساله هذه، يتم شي تعويض ديالهم ولا دا اكثر. دابا الحمام دابا كل كيدخل الحمام كل كيمشي للحمام مثلا كل 2 3 4 الخميس الجمعه السبت والحد، اغلب كيمشيو الناس اللي كيكونوا في عطله، دونك تيكون شويه ديال التبذير. دونك من يستحب ان القضيه تبقى لها طول كاع مثلا 3 أيام ولا 4 أيام في السيمانه، شيء جميل. منا غادي نقتصدوا بالنسبه لكميه المياه، وفي نفس الوقت غادي نعطيو الفرشه المائيه تكون في واحد الراحه وواحد الانتاج ان شاء الله اللي غيقدر ينفعنا من السنين القادمه ان شاء الله. بالنسبه للسقي الجرادي كاين الماء مستعمل تيتعاود يتستعمل، يعني ماشي تنظن ما تيسقيوش من المياه الماء الصالح للشرب. تنظن ما ايه هو بالنسبه للماء خاص كل شيء يحافظ عليه، ولو كنت تصلي به خاص تحافظ على الماء، ولو كنت تملكه واد جار.
اذا انا كتب لي هاد التدابير هي جات متاخره جدا، ما تحلش لنا المشكل، لان هذاك التدابير هذاك يعني الكميات ديال الماء اللي غتمشي في 4 ايام، لو كنا خلينا اسبوع عادي ودرنا تحسيس ودرنا توعيه سابقه كانت غتكون احسن من اننا نحيدوا 3 ايام ويولي استهلاك قد هذيك 7 ايام قد 4 ايام.